سيد براند في واشنطن، المرشح الجمهوري دونالد ترامب قال في تصريح خطير اليوم إننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة. كيف تابعت هذا التصريح؟ شكرا لكم على الاستضافة. أعتقد أن السياسة التضليلية في العاصمة واشنطن بعد عدة أعوام لم تكن فعالة في تهدئة أي نزاعات تحدث، ولكن بدلا عن هذا يعملون على إطالة الحروب والعدوان. بالطبع الجميع على دراية بما حدث في أوكرانيا وهذه التصعيدات التي جرت، والآن نشهد هذه السياسة المستمرة في عدم وضوحها التي أدت إلى أن طهران ربما تخطى الخطوط الحمراء. بعد ما حدث في 7 من أكتوبر هناك حوالي 30 أمريكيين قد قتلوا، هناك أمريكيين لا زالوا في الأسر مع حماس، فإن حماس قد قامت بإعلان هذه الحرب على إسرائيل، ولكنها أيضا قد هاجمت أمريكا. كل هذا لا يتسق تماما مع ما يحدث، أنهم يركزون على إسرائيل فقط بدلا من أن يقوموا بتجميع كل الأطراف للعمل على فض هذه النزاعات ووقف هذه العداوات. ما أراه أيضا هو تأكيد على هذه السياسة الفاشلة، وإن التوقع هنا في العاصمة واشنطن أن عن هجوم وشيك سيحدث. لا أعلم هل سيكون مثل ما حدث في إبريل الماضي، لكن أظن أن العديد من التصريحات الدبلوماسية قد جرت، ولكن هذه الأمور قد أدت إلى فشل ما، ربما لن يكون بشكل كبير مثل ما حدث في هجوم الصواريخ السابق، ولكنه سيؤدي إلى هجوم يؤثر على العالم بأجمعه خاصة في إسرائيل. ولكن المنطقة كانت في حرب إقليمية منذ 7 من أكتوبر، ولا يوجد أي مؤشرات على التهدئة في الوقت الحالي. فقط للتوضيح، أنت تنتقد سياسات واشنطن في ماذا؟ في التعامل مع أي توترات تحديداً؟ أعتقد أنه كل ما حدث على الحدود، فلديك هذه القضية ما حدث في 7 من أكتوبر حين تعرضت إسرائيل لهجوم من حماس، والإدارة في واشنطن قد قامت بمزيد من الأسلحة وقامت بتأخير هذه الشحنات من الأسلحة، بينما كانت إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها ضد حزب الله وأيضا ضد حماس، ولكنها لم تقوم بعمل ضغوط على ما يدعم كل هذه المجموعات وهم إيران. لم يكن هناك سيد برينس أدلر، أنت تنتقد تأخير واشنطن في إرسال أسلحة إلى إسرائيل؟ يعني ألم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يلزم لإسرائيل في هذه الحرب؟ نعم، فيما يخص هذا السياق بعد 7 من أكتوبر كان هناك ضغوط بالفعل ضد إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار بدلا من تسريع هذه العمليات العسكرية وإحداث وقف لهذه الهجمات في غزة. كل ما فعلته إدارة بايدن كانت ضغوط على إسرائيل لتقوم بالتفاوض، ولكن في الواقع كل ما كانوا يفعلوه هو إطالة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. هو بالفعل هذا ما حدث، هي إطالة معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حتى الآن سقط أكثر من 40 ألف شهيد.